يا صباح الخير والأمل والتفاؤل إن النهاردة يوم جديد وإن شاء الله تكون بداية جديدة أحسن ننسى فيها اللي فات ونبدأ صفحة جديدة مع بعض. الفيديو ده من أكتر الفيديوهات اللي بصورها وأنا مبسوطة وسعيدة وفرحانة جدا، وهتعرفوا ليه دلوقتي. بس بجد أنا مبسوطة قوي عم بصور لكم الفيديو ده. إن شاء الله هيتصور على يومين، بس أنا هجمعه لكم كله في مقطع واحد وانزله لكم كله مرة واحدة. وبصراحة هم حاجتين مخليني مبسوطة قوي وأنا بعمل الفيديو ده، وأولهم وأهمهم هو الفطار الجميل اللي رجعني لذكريات كتير حلوه قوي. النهارده ان شاء الله في الغدا هعمل اكله بالصدق او سجق حسب ما انتوا بتقولوها، فاخدت منها اتنين قطعتين وقلت هعمل بيهم اكلتي المفضله وانا صغيره، والاكله دي كنت بحبها جدا انا وبابا ومحدش غيرنا في البيت كان بياكلها، فرجعتني كده للذكريات. ومجرد ما ريحه الصدق لمست النار كده شميت الريحه وفعلا اتبسطت قوي قوي وحسيت كده بالبهجه. انا وبابا دايما ذوقنا واحد في الاكل وبنحب نفس الاكلات مع بعض، كان البيت كله في كورنر كده وانا وبابا بنحب حاجات كتير مع بعض، كانت من ضمنهم هي الاكله دي. لما ماما تيجي مثلا يوم مستعجله ومش عايز تعمل اكل او حاجه وكانت تحمر صدق وناكله ومعاه بطاطس محمره، كنت بعمل ليا انا وبابا دايما كده صدق احط عليه بيض وطماطم وخضار بقى فلفل وكده. بس النهارده ايه، قضيت بالحاجات اللي عندي. اول حاجه قطعت قطعتين من الصدق قطع صغيره كده زي ما شفتوا، حطيتهم على النار ومعاهم معلقه سمنه صغيره قوي، وبعدين قطعت عليهم طماطمايه، ممكن تضيف عليهم بقى فلفل اخضر فلفل حراق اللي انتوا بتحبوه ضيفوه عليه عادي جدا. انا ضفت بس اكتفيت بنص طماطمايه، قلبتهم مع بعض لحد لما الصدق استوى، بعدين كسرت عليهم بيضه وضفت عليهم بس رشه ملح بسيطه ورشه فلفل بسيطه قوي برده، لان الصدق اصلا بيبقى متبل وبيبقى فيه بهارات وكده فمبيبقاش محتاج. الاكله دي انا بالنسبه لي تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، بتنفع في اي وقت وفي كل وقت، وبجد طعمها بيكون حلو قوي، وخصوصا لما تبقى حاجه بترجعكم للذكريات كده وايام الطفوله وبيت اهلكم، بتحسوا وانتوا بتاكلوها قد ايه انتوا مستمتعين، رغم ان هي اكله بسيطه جدا بس بالنسبه لكم بتبقى احسن من اللحمه والفراخ كمان. بعد ما خلصتها بالشكل ده جبت بقى عيش تورتيه ورحت حطاه وحطيتها فيه عشان اعملها زي الرول كده واحطها على الجريل في الساندوتش ميكر، فيبقى ساندوتش كده ايه محترم. طبعا انا وبابا لا كنا بناكلها بالعيش البلدي عادي، يعني مش عيش تورتيه ولا حاجه، بس انا بما انه عندي فهعملها فيه. وحبيت بقى اضيف يعني ايه التاتش بتاعي كده، فبعد ما حطيت الخلطه كلها رحت ضايفه عليها شريحتين من الجبنه الشيدر، وما كانش عندي موتزاريلا، بس ممكن لو عندكم موتزاريلا هتبقى احلى كتير كمان، هتمط كده معاكم في الساندوتش بتبقى خطيره. عشان كده بقول لكم الاكله دي تنفع فطار غدا عشاء زي ما انتوا عايزين، بتبقى فعلا تحفه. والنهارده اليوم الوحيد اللي هنعمل فيه اكسبشن كده للشاي بلبن على جنب، لاني حسيت ان الساندوتش ده مش ماشي معايا خالص شاي بلبن، فقلت بقى برضو نغير وهعمل شاي بالنعناع، حسيته هيبقى ميكس كده لذيذ قوي بعد الساندوتش اشربه، هيبقى حلو قوي. قولولي انتوا ايه فطاركم المفضل، يمكن ناخد من بعض افكار، لاني ساعات بصحى ببقى محتاره جدا افطر ايه. بس هو غالبا يعني والحاجه المعتاده كل يوم توست عليه جبنه وبيض واعمله في الساندوتش ميكر وشكرا على كده. بالمناسبه نوع الساندوتش ميكر بتاعي هو ميانتا 3 ان 1 اللي هو بيبقى معايا الثلاث قطع، حلو قوي بصراحه، عندي بقاله تقريبا سنتين ونص شغال معايا كويس قوي، عشان كذا حد كان سالني عليه قبل كده. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عندكم اي افكار مختلفه للفطار، وتبقى حاجات بسيطه كده وحاجات سهله من البيت نقدر ان احنا نعملها عشان نستفاد من بعض، ووقت ما نحتار ونتزنق نرجع للكومنتس دي ونلاقي افكار كتير للفطار. وطبعا انا الفتره دي بحاول اكون متواجده معاكم بشكل مستمر على قد ما اقدر، فما تنسوش بقى ان انتوا تدعموني، تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. تعالوا بقى بعد ما جهزت فطاري كده اقول لكم ان انا ان شاء الله المفروض مسافره لمامتي بعد يومين او ثلاثه بالظبط، عشان اريح بقى شويه كده وبعدين ارجع تاني ان شاء الله. فهشارك معاكم النهارده الحاجات اللي انا بعملها قبل السفر عشان تسهل عليا الموضوع لما ارجع من السفر، بما اني دلوقتي ما بقدرش اعمل كل الحاجات مره واحده، عشان كده بدات قبلها بيومين او ثلاثه، بحيث ان انا احط لنفسي بلان كده او خطه للحاجات اللي انا هعملها خلال اليومين دول، بحيث ان انا لما برجع بقى من السفر ببقى عايزه ارتاح، ببقى مش عايزه بقى لسه هعمل حاجه او انضف، تبقى في حاجات معينه كده سريعه وخلاص، لكن كل حاجه في البيت بتبقى نظيفه وببقى مقفلاه، فبرجع الموضوع بيكون اسهل عليا. فان شاء الله الفيديو ده هيتصور على يومين او ثلاثه لسه مش متاكده، بس هنزله لكم كله ان شاء الله في مقطع واحد. وبما اني هقعد بقى دلوقتي اكتب وانظم حاجات، فهفطر على المكتب عشان افضي افكاري كده وانا بفطر كله.
بصوا بقى، بعد ما فطرت دي كده البلان اللي انا حطيتها والحاجات اللي انا عايزه اعملها خلال اليومين دول قبل ما اسافر. اول حاجه بالنسبه لي واهم حاجه هو الغسيل. انا لازم قبل ما اسافر ما يبقاش عندي غسيل عايز يتغسل خالص ولا غسيل حتى عايز يتطبق. ليه؟ لان انا ممكن حاجات تكون في الغسيل انا محتاجاها معايا وانا مسافره، فبحب اكون غاسله كل حاجه. ده غير ان انا ساعات ما بلحقش اغسل حاجتي عند ماما فبرجع اصلا بغسيل، فبتبقى الدنيا حوسه. فبحب ان انا قبل ما امشي ابقى مخلصه موضوع الغسيل ده كله، عشان كده هبدا بيه النهارده علشان لو في حاجه لسه هتحتاج ان هي تنشف او كده على المنشر تبقى معايا لسه وقت. وكمان محتاجه ان انا انضف الحمامات، التويلتس الاثنين بحتاج ان انا انضفهم علشان لما ارجع تبقى التويلتس نظيفه، وبقفلهم كويس قبل ما امشي. قبل ما امشي بس بغسل التويلت كده بالفرشه سريعا وبروح قافلاه. اهم حاجه بقى نقفل كل حاجه كويس، الشباك، البلاعه، التويلت، كل الغطيان دي كل حاجه بقفلها عشان ما تدخلش اي حاجه. كمان بحب قوي ان انا قبل ما اسافر اغير الملايات بتاعت السراير علشان تسهل عليا لما ارجع الدنيا تبقى مترتبه وتبقى نظيفه، مش محتاجه ان انا اغير ملايات. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي اكتسبتها وتعلمتها مع الوقت، يعني بقيت اشوف ان انا لما بسافر وارجع ايه ده انا لسه هغير الملايات بتاعت السرير، اصلا انا ما غيرتهاش قبل ما اسافر. فببقى راجعه محتاسه بالشنطه عايزه افضيها ومعايا ديما، وساعات بنبقى راجعين بالليل متاخر واقف اغير الملايات، فليه الحوسه دي؟ برده التويلتس نفس الكلام، لسه هدخل اغسلها اصلا انا ما غسلتهاش قبل ما اسافر. فتعلمت الحاجات دي واكتسبتها بصراحة مع الوقت. كمان التلاجة بحب ان انا افتحها واتأكد ان انا اخلص كل الخضار والفاكهة والحاجات الموجودة فيها علشان ما تبص لو انا هسافر لفترة طويلة طبعا مش هتقعد في التلاجة، وده حرام عليا لانه ده اهدار للنعم. فبطلع البواقي كلها الموجودة عندي، اللي عايز يتعمل عصير بعمله، اللي ينفع اعمل منه اكلة بعمله، اللي ينفع يتشال في الفريزر بشيله. يعني لو مثلا عندي بواقي طماطم او حاجات زي كده ممكن اقطعها واشيلها في الفريزر، لو عندي فلفل الوان او كده برضو بقطعه واشيله في الفريزر كده. فبحاول ان انا افضي التلاجه بحيث ما ارجعش الاقي حاجه باظت، عشان حرام طبعا ربنا يحاسبني عليها. وبعد كده بحب ان انا بقى المع الخشب والازاز بتاع الشقه كله من اي تراب، وبقفل الشبابيك كويس جدا بحيث ان انا لما ارجع ما اعملش نفس الحاجات دي تاني. الخطوه دي دايما مش بتكون اساسيه، لاني ساعات حتى لو قفلت الشبابيك برضو بيدخل تراب ما اعرفش منين. فالخطوه دي بالنسبه لي ما بتكونش اساسيه، لما بلاقي ان انا معايا وقت وقادره ان انا اعملها بعملها، لان بتسهل طبعا. يعني لما تعملي وتلاقي تراب خفيف احسن ما تكوني ما عملتيش خالص. واخر واهم حاجه هو ان انا بكنس الارض بقى وامسحها عشان تبقى نظيفه. واخيرا طبعا اللحظه السعيده جدا بالنسبه لي هي ان انا بجهز الشنط اخر حاجه خالص بعد ما بكون خلصت كل حاجه. شايفين زي ما بقول لكم فعلا النظام بيفرق جدا. انا طبعا لاني بسافر لاهلي عشان بس محدش يبقى فاكر انا رايحه يومين وراجعه فيقولوا ايه اللي كل بتعمله ده، لا انا بسافر لاهلي في محافظه تانية عشان لو في حد جديد لسه بيتابعني، فبقعد على الاقل مثلا اسبوعين. فالشقه طبعا ببقى محتاجه ان انا اقفلها علشان لما ارجع الدنيا تبقى سهله عليا. بس طبعا اهم حاجه بقى قبل ما ابدا في اي حاجه ان انا اخلص من المطبخ، عندي مواعين كتير هنا عايزه تتشال، مواعين عايزه تتغسل، الرخامات عايزه الم الادويه والحاجات اللي عليها دي. وكمان عملت الغدا خلاص حطيته على النار عشان يجهز. هعمل هنا صينيه بطاطس بالسجق، انا بسويها بصوا كلها كده من فوق وفي الاخر بديها وش في الفرن تحت. وهنا بعمل الرز لسه ما تشربش. وبس هخلص بقى كل الحاجات بتاعت المطبخ عشان ابدا اشوف الحاجات اللي انا عايزه اعملها. انا بحب قوي وانا بغسل المواعين اكون مشغله الراديو سواء بسمع فيه قران الصبح، يعني بجد بيحسسني كده بتفاؤل وبيديني طاقه ايجابيه كبيره قوي. عايزه اقول لكم ان انا حفظت حاجات كتيره قوي من كتر ما انا بشغله كتير الصبح، وببقى مركزه معاه مش مشغلاه وبس. او لو مفيش قران شغال بشغل اي برنامج كده حاجه مفيده الصبح استفاد منها، وفعلا بتعلم منهم حاجات كتير قوي. على فكره حتى برامج الطبخ بحب اسمعها لان بيقولوا ساعات على وصفات وحاجات بتكون حلوه ولذيذه قوي، وساعات بعمل منها برده في البيت عادي. انا بكون عايزه اسيب لكم بصراحه صوت الراديو طبعا احسن من صوتي صوت القران، بس للاسف كل ما احط اي مقطع فيه قران بيجيلي عليه حقوق طبع ونشر، فبضطر ان انا احذف الصوت من عليه.
اما بقى الراديو لو مش مشغلاه بحب ان انا طول ما انا واقفه بغسل المواعين اقول اي ذكر كده على لساني احسن ما اقعد افكر في اي حاجه تانية، او ان انا بقى اقعد اسرح بخيالي كده او افتكر اي حاجه ضايقتني او زعلتني زي ما معظمنا بنعمل واحنا بنغسل المواعين. فبحب مثلا اكتر ذكر بحب اقوله لا حول ولا قوه الا بالله، او احب ان انا استغفر عقبال ما اخلص المواعين. الاربع دقائق ولا الخمس دقائق اللي غسلت فيهم المواعين شوفوا انا قلت بقى الذكر ده كام مره، ففعلا بتفرق كتير. وكده اكون خلصت كمان شفت المواعيد ورجعت كل حاجه مكانها في الدولاب. بدات بقى باول مهمه من الحاجات اللي انا عايزه اعملها قبل ما اسافر وهي الغسيل. كان عندي غسيل كتير بصراحه على المنشر، وطبعا في الشتاء بياخد وقت شويه عشان ينشف، وانا ما عنديش بلكونه فبعتمد على الشباك فبياخد وقت معايا، فكنت سايباه لحد لما ينشف خالص عشان اشيله. عملت بقى ايه المره دي؟ قلت بدل ما اخده واقعد اطبق فيه وبسرح بقى مع التلفزيون ولا مع الموبايل مع اي حاجه شغاله، لا انا هعمله وانا واقفه على طول واشيل الحاجه في مكانها اول باول. وفعلا عملت كده، بدأت اطبق مثلا الحاجات بتاعت السرير ورحت شلتها في الدولاب، بعد كده طبقت الحاجات بتاعت ديما ورحت شلتها لها في دولابها وهكذا. حسيت ان انا انجزت وما خدتش وقت طويل قوي. الحركة دي دايما بعملها لما احب ان انا ما اخدش وقت كتير في تطبيق الغسيل، وخصوصا دي اكتر مهمة انا بكرهها في شغل البيت هي تطبيق الغسيل، بكرهه بكرهه جدا، ما بحبش ابدا اقف اطبق غسيل. انتوا ايه بقى اكتر مهمة بتكرهوها في شغل البيت؟ انا بالنسبة لي تطبيق الغسيل، بجد بحس بخنقة كده وانا داخله اوضه الغسيل. بس بصراحة لقيت فعلا حاجات كتير انا هحتاجها معايا في السفر، خصوصا الغيارات الداخليه بتاعت ديما، هي تقريبا بتغير كل يوم، فالدرج بتاعها كان فاضي فقعدت بقى طبقتهم ورجعتهم مكانهم علشان فعلا هحتاجهم. والحمد لله خلصت كل الحاجات اللي كانت عايزه تتطبق، ما كانش فاضل بس على المنشر غير الكفر بتاع المرتبه كنت غسلاه، وده بياخد وقت شويه عشان ينشف وانا اصلا مش هحتاجه في السفر، فقلت مش مشكله خليه. طلعت الغسيل اللي عندي والحمد لله لقيته ان هيجي في غسله واحده وان كلها حاجات غوامه هتتحط مع بعض، فكانت احسن حاجه، وبكده يكون ثبت الغسيل فاضي. حطيته في الغساله ومعاه المسحوق، وانا بشغل الغساله وبعدها بشويه كده بروح ضايفه المناعم بتاع الملابس، وبس كده بسيبها بقى تكمل الغسله بتاعتها مع نفسها، وبكده تكون مهمه الغسيل تمت بنجاح الحمد لله. وقلت بالمرة كده بقى ادخل على الخطوة التانية وهي تنظيف الحمامات. انا ما عملتوش كامل معاكم لان انا نظفت الحمامات معاكم كتير قوي، قلت لكم على الروتين اللي بعمله في التنظيف للحمام والمنظفات كمان اللي انا بستخدمها، فكل التفاصيل شاركتها معاكم كتير، ما حبيتش ازهقكم واصورها لكم تاني. زي ما انتم شايفين حبيت اسمع كلامكم والبس جلوفز، بس يا جماعة الموضوع متعب قوي ومرهق جدا، مش عارفة اتعامل اصلا، عمال يتزحلق من ايدي ويقع كل شوية، ما كنتش مرتاحة اصلا، حاسة مش عارفة اعمل اي حاجة. بس لبست كمان ماسك عشان في ناس كتير نصحتني وقالت لي البسي ماسك عشان ريحه المنظفات بتاعه الحمام وحاجات دي ساعات بتكون قويه وممكن تبقى غلط على الحمل، فالماسك تمام مفيش مشكله، بس الجلافز ما وعدتكوش ان انا هتلاقوني ملتزمه بيه على طول، لانه بجد متعب قوي وانا ماسكه مش عارفه اتعامل بيه خالص. بصوا من احلى الحاجات اللي تنضفوا بيها بقى الاماكن الضيقه او الاماكن اللي مش تعرفوا توصلوا لها بايديكم هي فرش الاسنان. انا مخصصه فرشتين للاسنان للتنظيف عندي في البيت، واحده حطاها في الحمام وواحده حطاها في المطبخ. عايزه اقول لكم ان انا بجد بستخدمهم كتير قوي في الاماكن اللي هي بتكون ضيقه زي كده، في الحوض بتاعه المطبخ دي، برضو عند الحوض بتاع المطبخ، البوتاجاز، في اماكن كتير قوي مش بنعرف نوصل لها، حتى الفرش بتاعه التنظيف بتكون برضو حجمها كبير، ففرش الاسنان بتكون هي الحل الامثل انها توصل للاماكن دي، بتنظف كويس قوي وبتوصل لاصغر واضيق الاماكن، فبتكون عمليه جدا. فدايما خصصي كده عندك في البيت واحده حطيها في الحمام وواحده حطيها في المطبخ، هتلاقي نفسك فعلا بتستخدميهم كتير قوي. بصوا بقى كمان الديسبنسر الكيوت اللي انا جبته ده، حبيت ان انا افرجكم عليه، عجبني قوي، شكله كيوت جدا، بيجي كده معاه فيونكه لذيذه بتتلزق بدبل فيس، حسيته عطى كده للمكان شكل لذيذ قوي. وبكده اكون الحمد لله خلصت اول حمام، وفي نفس الوقت رحت داخله على تاني حمام، وزي ما قلت لكم قبل كده بيكون التاني ده سهل جدا في التنظيف، ما بياخدش معايا وقت لان هو بيكون حمام الضيوف فمحدش بيدخله اصلا، بس طبعا عشان ببقى سايبه الشباك بتاعه مفتوح للتهويه وكده فبيطرب، لكن كتنظيف ما بياخدش معايا وقت ولا مجهود، فبحب ان انا ايه اخلصه كده معايا بالمره. ودي تكون المهام اللي انا خصصتها لليوم النهارده، هكمل معاكم الفيديو بس هيكون بكره ان شاء الله.
اهلا بيكم كده في تاني يوم. حبيت ابدأه معاكم بالنسكافيه بتاعي، قلت اعمله واشربه عشان افوق ونكمل الحاجات اللي فاضلنا النهارده ان شاء الله. وعايزه اشكركم قوي بجد على كل حد بيهتم وبيقول لي روان بلاش كافيين كتير في الحمل وكده. ما تقلقوش، انا حتى في حملي في ديما كان الدكتور سامح لي ليا كوبايتين في اليوم النسكافيه او قهوه او شاي زي ما انا عايزه. انا كمان مش بعملهم يعني حاجه تقيله او كده، لا بيكون باللبن فبيكون خفيف فما بيكونش فيه منه اي ضرر. بشرب كوبايه الشاي بلبن وكوبايه النسكافيه بتاعتي، فما تقلقوش انا مش بشرب كتير ولا حاجه، ولا بشرب قهوه ساده بقى وحاجات تقيله، لا كلها حاجات بعملها باللبن. حتى القهوه لو عملتها بعملها قهوه فرنساوي. فمرسي قوي لاهتمامكم، بس انا حبيت برضو ان انا اطمنكم. يلا بقى انتوا كمان تشجعوا معايا كده، اعملوا حاجه حلوه تشربوها تفوقكم عشان تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم بسرعه بسرعه. اول حاجه حبيت ابدا بيها هي اني اكنس الشقه، وكان المفروض ان انا طبعا المع الترابيزات او كده عشان لو فيهم تراب نزل على الارض او حاجه، بس بصراحه حبيت اني ابدا اكنس الشقه علشان النور طبعا انتوا عارفين بيقطع بالنهار، فكنت عايزه الحق اهم حاجه الكهرباء علشان ما اعملش بقى كل اللي انا عايزاه واجي في الاخر النور يقطع وتعطل بسبب المكنسه. وانا بصراحه من نوع لو يعني مثلا النور قطع وقعدت ساعه ريحت، صعب جدا ان انا اقوم اعمل تاني، يعني يا اعمل الحاجه كلها مره واحده ورا بعض يا اما اريح بقى خلاص وما اعملش حاجه تاني. وبالنسبه للمكنسه عشان لسه بيجيلي اسئله عليها تاني، والله انا عملت لكم عليها فيديو شورت وعملت لكم عليها ريفيو في فيديو طويل، مش عارفه اعمل ايه تاني. بس عموما هي نوعها سكاني يا جماعه، ماركه صيني بس بجد كويسه قوي. اكتر سؤال بقى انتشر في الفتره الاخيره وفي حد سالهولي، هل هي بتشتغل معاكي ولا بتفصل في النص؟ يعني بتعملي بيها الشقه كلها ولا بتفصل في النص؟ هو السؤال ده لو هي كانت بالشحن، يعني في مكانس يدوية كده بتكون بالشحن فممكن تفصل في النص لو هي لسه ما اتشحنتش او كده، الله اعلم. لكن دي بالكهرباء عادي زيها زي المكنسة العادية، طول ما هي محطوطة في الكهرباء بتبقى شغالة، ما بتفصلش معايا بالنص لان انا بعمل بيها الشقة كلها ما شاء الله مرة واحدة، ما بتفصلش معايا ولا حاجة، عادي طالما حطها في الفيشة زي المكنسة العادية بتفضل شغالة معايا. وبصراحه انا ما كنتش هشيل سجاد طبعا ولا اي حاجه لان انا كده كده مسافره وعارفه ان انا هرجع هلاقي يعني بيبقى فيه تراب، بس زي ما قلت لكم لما بتكونوا منظفين بيبقى التراب اخف شويه. فاستخدمت بسرعه كده السبراي موب، لمعت بيها السيراميك وكنت حاطه فيها ميه وديتول، طبعا مش ديتول يعني ديتول اللي هو بتاع ماي واي، بس اللي هو يعني قصدي منظف ومطهر يعني، وخففته بميه ولمعت بيه الارضيات بالشكل ده علشان كمان اليومين اللي قاعده فيهم كنت حاسه كده ايه نفسيا مرتاحه ان انا سايبه الشقه وهي نظيفه. بس عموما انتوا لو تعملوا في البيت يبقى تلمعوا الاول الترابيزات والحاجات دي وبعدين تكنسوا وتمسحوا الارضيات. الحمد لله لحقت اخلص بقى قبل النور، وانتوا زي ما شايفين انا طول النهار ما بفتحش نور عندي، فعادي بقى التلميع والحاجات دي مش مشكله النور عندي. بدات ان انا اشيل اي كراكيب او اي حاجه مش موجوده في مكانها فرجعها مكانها تاني، وعشان ما احسش ان انا بقى استخدمت منظفات كتير كفايه كده استخدمت الفوطه بتاعه الازاز بتاعه ايكوي اللي هي بتتعمل بس بالميه وخلاص، ودي بصراحه الفوطه المفضله بالنسبه لي. هتلاقوا عندي على القناه ريفيو عاملاه عن الفوط بتاعتهم ورايي فيهم بكل صراحه، مش اعلان لاي حاجه، والحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش، عشان لو بتفكروا يعني ان انتوا تجيبوهم هتلاقوا التفاصيل كلها موجوده في الفيديو ده عندي على القناه هنا. فقلت بقى ان انا استخدمها، ودي الفوطة زي ما بقول لكم المفضلة بالنسبة لي، بجد حلوة قوي، وفعلا هي مجرد بالمية بس بتلمع الازاز وبتخليه بيلمع حلو قوي. يعني انا نادرا لما بستخدم دلوقتي ملمع الزجاج طول ما الفوطة دي موجودة عندي، وكمان لما بخلص بروح غسلها كده وشطفها من التراب اللي موجود فيها مكان الازاز واسيبها تنشف وبرجع استخدمها تاني. دي اللي فعلا ارشحها لكم يعني التوب بالنسبة لي في الفوط بتاعت ايكو واي او سواء جرين واي حتى. وبالنسبه لموضوع النفس ان نفسي بيقطع او مش بقدر اتنفس كويس، اوقات كتير اصلا بتجيلي زي ازمه نفس كده بالليل مش بعرف اتنفس خالص، فعايزه اقول لكم ان انا رحت للدكتور لان فعلا جالي يوم كده كنت مش قادره اتنفس نهائي بالليل. فلما رحت للدكتور الحمد لله طمني ان ده وضع طبيعي، لان البيبي رجله بالظبط بالظبط عند الحجاب الحاجز، زنقه الحجاب الحاجز، فانا مش عارفه اخد نفسي خالص. وللاسف هو قال لي حلها الوحيد ان البيبي يشيل رجله من المكان ده، فادعوا لي ان هو يلف ولا يتحرك اي حركه كده يوسع بس من عند الحجاب الحاجز علشان اقدر ان انا اتنفس. بس انا اطمنت يعني ان الحمد لله ان دي حاجه عاديه لان انا ما كانش بيحصل لي كده في ديما، فعرفت ان ده بس بسبب وضع البيبي ان هو ضاغط على المكان ده. ايه رايكم بقى في الشمع الجديد اللي انا جبته ده؟ شمع بالحجار علشان ديما بصراحه كانت الشمع على طول، انا صرفت كميه فلوس على شمع وكل ما اجيبه تاخده تلعب بيه وتكسرهولي، او ان انا بخاف ان هي لا قدر الله تزق الشمعدان وهو شغال ولا حاجه، فيعني لا قدر الله النار تمسك في حاجه،
فعجبني قوي فكرة الشمع ده بالحجار، وبعدين بقى تشغلوه كده يفضل شغال بيديكوا نفس احساس الشمع الطبيعي. والحمد لله كده كنت خلصت المهام اللي عندي، قعدت بقى في الاخر اريح كده وشغلت القرآن حبة هدوء. والمفروض بكرة ان شاء الله احضر الشنطة واسافر، فادعوا لي كده اوصل بالسلامة. هغيب عنكم شوية كده في اجازة، طبعا لو عرفت اصور اكيد هصور لكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.